جاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر الصديق فجلس إليه فقال: يا خليفة رسول الله، أتحدث نفسك أنك تبعث إلى الشام جندا؟ فقال: نعم، قد حدثت نفسي بذلك وما أطلعت عليه أحدا، وما سألتني عنه إلا لشيء. قال: أجل، إني رأيت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق قرشفة من الجبل، ثم أقبلت تمشي حتى صعدت قنة من القنان العالية فأشرفت على الناس ومعك أصحابك، ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة فيها الزرع والقرى والحصون، فقلت للمسلمين: شنوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة. فشد المسلمون وأنا فيهم، معي راية فتوجهت بها إلى أهل قرية فسألوني الأمان فأمنتهم، ثم جئت فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم، ففتح الله لك وألقوا إليك السلم، فوضع الله لك مجلسا فجلست عليه، ثم قيل لك: يفتح الله عليك وتنصر، فاشكر ربك واعمل بطاعته. ثم قرأ: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم انتبه، فقال له أبو بكر: نامت عيناك خيرا رأيت، وخيرا يكون إن شاء الله. ثم قال: بشرت بالفتح ونعيت إلي نفسي. ثم دمعت عينا أبي بكر، ثم قال: أما الحرشفة التي رأيتنا نمشي عليها حتى صعدنا إلى القنة العالية فأشرفنا على الناس، فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة، ويكابدونه ثم نعلو بعد ويعلو أمرنا، وأما نزولنا عن القنة العالية إلى الأرض السهلة والزرع والعيون والقرى والحصون، فإنا ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه. وأما قولي للمسلمين: شنوا على أعداء الله الغارة، فإني ضامن لكم الفتح والغنيمة، فإن ذلك دنو المسلمين إلى بلاد المشركين، وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة التي تقسم لهم وقبولهم. وأما الراية التي كانت معك فتوجهت بها إلى قرية من قراهم ودخلتها واستأمنوا فأمنتهم، فإنك تكون أحد الأمراء المسلمين ويفتح الله على يديك. وأما الحصن الذي فتح الله لي فهو ذلك الوجه الذي يفتح الله لي، وأما العرش الذي رأيتني عليه جالسا فإن الله يرفعني ويضع المشركين. فقال الله تبارك وتعالى ليوسف: ورفع أبويه إلى العرش. وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الله إليه نفسه حينما نزلت هذه السورة، وعلم أن نفسه قد نعيت إليه، ثم سالت عيناه فقال: لآمرن بالمعروف ولأنهين عن المنكر ولأجهدن فيمن نزل أمر الله ولأجهزن الجنود إلى العادلين بالله في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقول الله أحد أحد لا شريك له، أو يؤدي الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال: هذا أمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا توفاني الله عز وجل لا يجدني الله عاجزا ولا وانيا ولا في ثواب المجاهدين زاهدا. فعند ذلك أمر الأمراء وبعث إلى الشام البعوث.